بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. هقدم حلا أم علي. هستخدم خبز التوست، أحمصه بالتوستر، الحليب، وعلبة من كريمة الطبخ، قيمر للوجه، وبعدين أكتب المقادير بصندوق الوصف اشقد استعملت. استخدمت هنا العسل طبيعي هاي النوعية بديل عن السكر لأنه مكونات دسمة. نحتاج سكر مطحون أيضا للوجه، ملعقتين طعام من الزبد، هنا اللوز حمصته، وكشمش، جوز هند، فستق حلبي، وملعقة دارسين، هنا أيضا فستق محمص للتزيين، ونوع آخر من التوست أستخدمه يجي جاهز محمص. أول خطوة حنحمص التوست. نعلى بنتي دا تساعدني. هنستمر ويا بقية المقدار. طبعاً هذا ما راح أرمي، نستفاد منه لغير شغلة. هستخدم هذا طبق ثاني، استخدم به هذا القطع، أكسرها بهذا الشكل. بهذا القدر راح أضيف حليب. بسم الله. وحضيف كوب آخر للكاسرولة الثانية. طبعا هذه الوصفة تحتاج حليب هواية، حضيف ملعقتين طعام زبد، وبدي أضيف بالعسل الطبيعي. بسم الله. فانيلا ضروري، تحبون سائلة او هيل. راح امزجهم كل زين، وبعدين احميها على النار الى ان يسخن الحليب ويذوب بالزبد، وارجع لكم. فور الحليب، حبدي بهذا البايركس المربع. بسم الله. والتوست ايضا ضروري يكون محمص، او عجينة الجلاج او كرواسان هم ينفع. هسه بهاي الخطوة احنا نظل نسكبه الى ان يتشرب ونخليه يغطيه. هسه هذا انتظر عليه شوية وبعدين اضيف له. حبدي اضيف بالمكسرات اللي هي حسب الرغبة وحسب الذوق. بسم الله. هسه هاي اول شغلة جوز الهند، الفستق نوزع، نحاول، وهذا الكشمش. أنثى وسكر مطحون، وأيضا فستق أنثرة. وخليهم اثنيناتهم بالفرن. الفرن شغلته من تحت وشغله عشوائي، همينة أهم شي يتحمص من فوق.
حمصت عندي بالشواية، خليتها 10 دقائق، وهسه راح نقطع من عندها. هذا الشكل، هسه راح نذوقها.